أمل نواصل صباحاتنا الندية برفقتكم في مهن كثيرة جدا محتاجة لاهتمام، هي مرتبطة. يعني إذا كان أي شخص من الصباح عشان يكمل مشوار حياته فمحتاج لأشخاص معه في الحياة يعينوه، فبالتالي في أرزاق بياكلوا منها العيش الحلال واللقمة الطيبة. يعني صبي الورنيش واحدة من محطاتنا الصباحية في فقرة أرزاق، نتابعها ومن ثم نعود نواصل صباحاتنا الندية برفقتكم مشاهدينا. أنا من القذارف طبعا، جيت هنا من 2009 بشتغل الورنيش، بلف كنت بتجرل شوية شوية، عملت طرابيزة وبقعد في الديم هنا والسكن بره في الديم هنا، وعندي زباين بيجوني ومرة الناس الماشين ذات وما زباين بيجي بورنيشنيهم وبغسل لهم يعني أكل إيش يعني، إلا بعمل ورنيش وبعمل خياطة وبجيب فرشات بتاع النيلات من السوق الشعبي بجي ببيعهم بلقى منهم فائدة، يعني بجيبهم ب 500 بجي ببيعهم ب 600 ب 700 على حسب الزول اللي بيشتري، يعني في ناس بدونه 500 في ناس بدونه 700.